السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا قناة المزارع الصغير. هنتكلم مع بعض النهاردة عن نبات مسك الليل. وطبعا يا جماعة احنا معانا نبات مسك الليل اهو. نبات مسك الليل ده طبعا من النباتات العطرية. وطبعا النبات ده ممكن احنا نعقل منه ممكن نعقل منه فصل الشتاء او الصيف. ماشي معانا الفصلين في الصيف او الشتاء. وطبعا احنا لما نيجي نعقل منه هناخد عقلة زي دي كده نقصها من تحت. المقص بتاع الزراعه دي نقصها بمقصه او اي حاجه عندنا حاميه، وممكن نحطها في قصيص تاني وهتبقى معانا برضو نبته زي دي. وطبعا مسك الليل ده من النباتات العطريه. وطبعا هو دلوقتي لسه ما عملش العطر بتاعه عشان هو لسه طبعا ما عملش الزهر بتاعه. وطبعا النبات ده احنا ممكن طبعا لو عندنا واحد زي دي فيها اصفرار زي ده طبعا احنا ممكن نستخدم لها الNPK ده طبعا كويس جدا وهيجيب معانا نتيجه كويسه جدا. ممكن للحشرات حاجات للحشرات برضه ترشيل حاجات للحشرات. وطبعا الNPK ده ممكن نستخدم منه معلقه صغيره على 2 لتر ميه ونستخدمه مره في الاسبوع. معلقه شاي على 2 لتر تسقي منه ترش منه الزر. الورد مليان ورا ست المسيحيه. بص ست المسيحيه ورا خليها بصوا ست المسيحيه ورا. وطبعا احنا معانا هنا ورد البليانطه، هو من انواع الورد ورد البليانطه، ومعانا نوع من انواع الورد وهو الورد البليانطه. وطبعا يا جماعه الورد البليانطه ده احنا ممكن ننقل منه برده. ممكن لو قصينا عقله زي دي كده ونزرعها في اي سيس تاني هتمشي معانا. حطيناها في بيتنس او طينه زي دي عادي ممكن تشتغل معانا. وطبعا احنا معانا هنا برضو ست المسيحيه. طبعا يا جماعه احنا ممكن بس كده بس اول ما بنلمسها فبروحها بتنزل لتحت وحدها. بص ست المسيحيه. طبعا يا جماعه هي ست المسيحيه. ودي طبعا اللي احنا قلنا عليه دلوقتي. ودي طبعا شكله جميل جدا الورد ده. وغير كده يا جماعه الورد ده ممكن برضو احنا نستخدم له الNPK. وطبعا الNPK ده كويس جدا وهيجيب معانا نتيجه كويسه جدا في الزرع. وغير كده كمان ان ديت ممكن نعقل منها اي عقله من دي. ممكن نقص واحده من ديت ونحطها في قصيص صغير زي ده كده في طينه او بيتموس. وطبعا هتشتغل معانا وتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وطبعا لو حد عنده اي استفسار عن النبات ده ممكن يكتب لنا في الكومنتات. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.